بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إخوة الإيمان في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم في لقاء يتجدد بحضراتكم ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا على ما تبقى من صيام هذا الشهر المبارك الفضيل. في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، بالأمس قد تحدثتم عن موضوع مهم وهو عن التوبة، ولعله من المستحسن أن تستكمل ما تبقى من هذا الموضوع في هذه الحلقة لتتحدثوا عن فضل التوبة في شهر رمضان المبارك، وهل مزية عن غيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم، تحدثنا في الحلقة السابقة عن موضوع التوبة، وفي هذه الحلقة أيضا نواصل الحديث، لأن هذا الشهر هو أحرى بالتوبة من المسلم وأحرى بالقبول من الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يبادر بالتوبة خصوصا في هذا الشهر المبارك، فإنه شهر التوبة، شهر الإقبال على الله عز وجل. فمن كان على مخالفات، على ذنوب قبل أن يحل به هذا الشهر، فإنه يستقبل هذا الشهر بالتوبة حتى يتفرغ للأعمال الصالحة في هذا الشهر. والعلماء يقولون التحلية، يقولون التخلية قبل التحلية، بمعنى أنه يتخلى عن الذنوب والمعاصي قبل أن يتحلى بالطاعات والقربات في هذا الشهر المبارك. فالذي نوصي به أنفسنا وإخواننا المسلمين أن يتوبوا إلى الله، والتوبة مطلوبة وتكرار التوبة مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق كان يتوب إلى الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فالمسلم لا يزكي نفسه ويقول أنا ما عندي ذنوب، أنا ما عندي مخالفات. الإنسان ضعيف ولا يقوم بحق الله، وعليه تقصير في حق الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يكثر من التوبة والاستغفار، ولا سيما إذا كان واقعا في ذنوب، فإنه يتركها ويتوب إلى الله ويستبدلها بالحسنات. ولعل هذا الشهر يكون معينا له على التوبة فيستمر عليها طول حياته. نعم. من تاب من ذنب وأصر على آخر، هل يقبل ذلك منه؟ نعم، يقبل التوبة من الذنب، وإن كان إنه على ذنب آخر تقبل التوبة في الذنب الذي تاب منه، ويبقى عليه اسم الذنب الآخر. عليه أن يتوب من جميع الذنوب، ولكن ليس قبول التوبة مشروطا بأن يتوب من جميع الذنوب، بل تقبل التوبة فيما تاب منه ويبقى عليه الذنب الآخر، فعليه أن يجدد له توبة أخرى. وإذا تاب من جميع الذنوب مرة واحدة فهذا أحسن. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعض الناس يرتكب ذنبا ثم يتوب منه ثم يعود إليه، وهكذا حتى يصاب بالإحباط ويترك التوبة، هل من توجيه في ذلك؟ هذا لا يجوز، وقد حذر الله منه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله جل وعلا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك من دعاء معين لمن يريد أن يتوب؟ دعاء أن يقول اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي ما أخطأت وما أسرفت، ويقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سيد الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة لصغائر الذنوب هل يلزم التوبة منها؟ تلزم التوبة من جميع الذنوب، من الصغائر والكبائر، ولا يتهاون الإنسان بالصغائر، لأنها إذا تهاون بها تحولت إلى كبائر، وإذا تهاون بها تجمعت عليه فأهلكته. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك حينما أمر أصحابه وهم في سفر أن يجمعوا حطبا، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى تكون من ذلك حطب كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن آدم تجتمع عليه الذنوب مثل ما تجمع هذا الحطب من عود عود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والأودية تسيل بقطرات المطر. فلا يستهين الإنسان بالذنوب الصغائر، ولأنه إذا تهاون بها تجرئه على الذنوب الكبائر. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونحن في ختام هذه الحلقة بودنا أن تتحدثوا عن بعض من فوائد هذه التوبة. التوبة أعظم فوائدها أن الله يتوب على من تاب، وأن الله يمحو عنه السيئات، وأن الله يوفقه لفعل الحسنات، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونحن في ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة الكرام، كان معكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في حلقة الغد، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.